ندخل بقى على نوع ثالث من التيومرز اللي بيحصل فيه ان عدد البلد فيسلز زاد. فاكرين لما كنت بقول لك نازل البينا او نازل بها واسع او عدد البلد فيسلز العدد زاد. اكتشفوا مرض. المرض ده في الهيستوباثولوجي بتاعه كانه هيمانجيوم. كانه هيمانجيوم ليه؟ كان عباره عن لوبيوليتد ماس وسيباريتد مع بعض بفايبرس سبته كانه هيمانجيوم. ولما دققوا فيها لقوا ان الكابيلاريز ده هي اللوبيولز دي عباره عن كابيلاري صح؟ فسموها ايه بقى الحكايه دي؟ سموها لوبيولار عشان هي جت لوبيولز. وكانت الكونتنت بتاعتها او اللوبيول دي كلها كابيلاري فسموها لوبيولار كابيلاري. وعشان هي من بره شكلها او من من بعيد شكلها هيمانجيوم فسموها كابيلاري او لوبيولار كابيلاري هيمانجيوما. لوبيولار كابيلاري هيمانجيوما ده الاسم الجديد بتاع البيوجينيك جرانيلوما. يبقى البيوجينيك جرانيلوما ده ميس نومر. كلنا شفنا البيوجينيك جرانيلوما صح؟ وميس نومر ليه؟ لانها ما هي ببيوجينيك وما هي بجرانيلوما صح؟ ده اسم غلط. لقوا ان المرض ده الهيمانجيوما مش هي خلاص احنا عرفنا ان هي هيمانجيوما صح؟ لانها هيمانجيوما كانت بتيجي بسرعه. يعني يقول لك ايه؟ العين يقول لك ده كانت بلبله صغيره يا دكتور في اسبوعين كبرت. فسموها ايرابتيف عشان جت بسرعه، ايرابتيف هيمانجيوما. لقوها بتيجي في الحوامل كتير. وعلشان الاسم القديم بتاعها كانت جرانيلوما وعلشان ريليت للبريجنسي فسموها جرانيلوما جرافيديرا. شوف انا قلت لها اربع اسامي وعليك تحفظوهم. قولي لها الصفحه. مش 99 يعني هتلاقي 100 101 هتلاقي في الرينج ده كده. بعد الليكوس انيميا يبقى البيوجينيك جرانيولوما اللي ما هي ببيوجينيك وما هي بجرانيولوما اللي بتيجي مع البريجننسي كتير اللي علشان كده قالك ده من ضمن الكوزس بتاعتها هرمون الفاكتور. وعلشان كده لقوها اكتر مع الناس اللي بتمشي على الاورال كونتراسبتيف بيلز. وكان التريتمنت الوحيد فيها ان هي توقف الاورال كونتراسبتيف. فدي دليل ان هي ليها هرمونال فاكتورز صح؟ اللي سموها جرانيلوما جرافيديرا. كان اسمها احنا دخلنا كده على كام اسم؟ لا جرانيلوما جرافيديرا مش يا ستي بصي تيومر جرافيديرا. بس جرانيلوما جرافيديرا جرانيلوما جرافيديرا مكتوب؟ لا حاجة ايوه مكتوبة جرانيلوما جرافيديرا او تيومر جرافيديرا. ماشي ماشي. ادي كده خمسة اسامي تيومر جرافيديرا جرانيلوما جرافيديرا كابيلاري لوبيولار كابيلاري هيمانجيوما ايرابتيف هيمانجيوما. حلو كده؟ طيب انا كده عرفت الهيستوباثولوجي من غير ما اتعب نفسي صح؟ ده عباره عن لوبيوليتد ماسس لوبيولز سيباريتد باي فايبر سيبتا وهلاقي فيها عدد البلد فيسلز يعني حصل فيها هايبربليزيا في الكابيلاريز. انهي كابيلاريز؟ اللي بتبقى موجوده فين؟ في الكابيلاري دارتس. الجلد فوقها مين اللي شايف لكم كابيلاري هيمانجيوما؟ كلنا شفناها في طبعا صح؟ يجي العيان حاضر منديل او باند كده على وشه وهو جاي ليه؟ من كتر ما بيحصل لها بليدنج هو جاي حاطط بتاع بيسموها الباند ساين. الباند ساين اللي هو حاطط حاجه على بقه او حاطط حاجه على بتاع اول ما تشوفيه كده تعرف ان دي البيجينيك جرانيوم. حلو الكلام؟ طيب بيجين جرانيوم لما باجي اشوفها ده عباره عن اكسوفيتيك ليجن نوديول اكسوفيتيك يعني طلع بره الجلد كده اكسوفيتيك ليجن. الجلد من فوق مين اللي شافه؟ تبقى فرايبل صح؟ الابيدرمس فرايبل قوي علشان كده مع اقل تاتش بيحصل له بليدنج. وليه بيحصل له بليدنج؟ لان الكابيلا الزياده فين؟ في الكابيلا الابيدرمس اللي هي اقرب نقطه للابيدرمس المنطقه دي. فالحته دي لما بتبقى فرايبل اجي المس الحته دي اقوم جاي كحته يحصل بقى البليدنج. وصلت؟ ما شفتهاش انت الحته دي يا اسراء. خليك انت حاطه روحانك في الكتاب. هي بتبقى اكتر ليه ايزي بليدنج يا فندم الابيدرمس بيبقى فرايبل وكانه بالظبط اكسكريت متشال. اقرب نقطه للدرمس ايه بقى دلوقتي؟ البابيلر درمس اللي هي موجوده فيه. فلو لمسها بس الحته دي بتتقطع فيقوم جاي البليدنج شغال والبليدنج ما يوقفش. صح؟ نقعد نضغط عليه لحد ما يقف. مين اللي فيكم جاوب بايجين جرانيوما؟ خالص. يعني كولات الكترو كرايو اي حاجه. طيب
ما علينا ما علينا. بيوجينيك جرانيلوما خلاص قلنا ما هي بالبيوجينيك وما هي بالجرانيلوما اللي بتبقى عباره عن اكسوفيتيك ليجن. بصوا بقى اكسوفيتيك ليجن وتبص على الجلد تحته يعني هي بتبقى كده ايه تلاقيه سراوند باي اكانثوتيك كولاريت اوف ابيدرمس يعني كانها متحوطه من بره من داير داير كده بكولاريت اوف ابيدرمس كانها عشان كده اسمها اكسوفيتيك ليجن ليه؟ كانها طالعه كده كده الحتت اللي حواليها دي بقت اكانثوتيك وصلت؟ يعني كان البابيلا ريتنس نفسه هو ده طالع بيه وصلت؟ يبقى هي عباره عن اكسوفيتيك ليجن او نوديول وذ فرايبل سيرفيس سراوند باي كولاريت اوف يا عمرها ما هتجيبه في الامتحان ده عيبه يعني بس البيولوجي الجرمان ما حلتهاش يبقى شلوط بس هي الفكره كلها ايه؟ ان انت عارف ان هي ريليتد للبريجنسي بتيجي اكتر في البريجنسي ولو جات في البريجنسي اوعي تقويها الكتروكوتري لانها كونترا انديكيتد يا اما تقويها بلس الضاي يا اما تقويها كرايو بس دي حاجات كلينيكال ليكي انت بس كونترا انديكيتد في البريجنسي اه على طول اه بيقول لك ان البين ممكن البين بصفه عامه البين نفسه يعمل ريفلكس كونتراكشن في اليوترس يتسقط منه ماشي وياما جات لي ياما جات لي ستات عندهم بايوجينيك جرانيلوما في الهاند يعني وغصب عنهم ناس بتقعد تشتغل وبتاع انا ما برضاش اخويها خالص يا اما تحط بقى زي ما قلت لك كرايو يا اما بقى فاتهم جايين بقى رايحين لدكتور جراحه يقوم جاي مش عارف تشيل هو مسؤوليته مالناش دعوه ماشي يمكن الكلام ده معمول لغير المصري الكتب دي معمول لغير المصريين فعلا يعني احيانا يقول لك ده ابسولوت كونترا انديكيشن ابسولوت وانت تكون مش عارفه وبتديه وما يحصلش حاجه فاهماني يعني المصريين لهم اناتومي لوحدهم الصراحه البلد الوحيده اللي بتاكل فوشه حتى الناس اللي في السعوديه مصريين يعني انا بقول انا دول مصريين طيب ده على فكره البلد الوحيده اللي بتاكله البنات مين؟ هي مصر. السوريين بياكلوا طعميه ايه ده؟ السوريين تقريبا بياكلوا طعميه ليه؟ بيعملوها كده لا بيعملوها بالحمص. ايوه انت تعرفي ان البلد الوحيده اللي بتاكل الفول مصر. احنا بنستورد الفول مش زي ما بياكلوا. لا بياكلوا هم بياكلوا حاجات ثانيه بس المهم ايوه كده اضحكوا بقى خلاص. يبقى البيوجينيك جرانيلوما طيب احد المانيفيشن اللي بتبقى معاها ممكن يكون معاها اسوشيت مع ساتلايت ليجن ولو اسوشيت مع ساتلايت ليجن بيسموها بيوجينيك جرانيولوماتوزس لما يقول لك ايه البيوجينيك جرانيولوماتوزس دي بنتي ده عباره عن بيوجينيك جرانيولوما اسوشيت ويز ساتلايت ليجن هو مش موجود عندك في الكتاب حلو موجوده؟ ايه الساتلايت ليجن دي؟ ادي الجرانيولوما اهي اهي مثلا في جلد اهي هنا اهي ومعاك واحده هنا واحده هنا يعني كلمه ساتلايت ليجن يعني ليش اوي فروم ذا اوريجينال ليجن بس الجرانيولوماس برضه صغيره ايوه بس بيقول لك الكانديدا معاها ساتلايت ليجن ساتلايت ليجن ده ديسكريبتيف تير بيقول لك ايه ان في ليجن اوي فروم الليجن ماشي طيب اسمها ايه بقى؟ فيجن جرانيولوماتوزس ماشي يعني انا دلوقتي عندي فيجن جرانيولوما اعتبرت ان هي دي الساعه هي دي الساعه ولقيت حته فيجن جرانيولوما صغيره هنا كمان ولحتته بايجين جرانيلوما صغيره كمان تاني كلهم بايجين جرانيلوما دي بيسموها ساتلايت ليجن يعني ليجن اوي فروم ليجن يعني مش لازق فيه لان لو لازق فيه كان بقى بروتروبيوس فاكره الدرماتوفاوس اللي هو بروتروبيوس تبقى لازقه فيها البظابيس دي لازقه فيها اكستنشن ليها بدات الموضوع ده لا الحته دي ما انا هقول لك عليها شفاف ما كنتش حضرتها عشان طبعا يعني ممكن نعملها نشوف الكوره ما هو والله ان انا قعدت اجرب في النهارده كويس زعلان قوي مش البرنامج مش واخد الشغل انا عايز حد يعمل لي اكونت من اللاب بتاعه لان ال10 اكونتات اللي انا عملتهم خلاص هو ليا 10 ترايل بس عايز بقى اكونت يا اما انا انزل ويندوز جديد النهارده خلاص عادي قول يا رب اه حد يعمل لي يعني هو ينفع على اللاب وبرده نزلناه على الموبايل ليه ايوه انا هحاول على اللاب عشان اقول لكم هحاول على اللاب طيب ندخل بقى على وهيبقى في صور وكده اه محاضره بالظبط انا محاضره وصوت ان شاء الله مش قول يا رب طيب يبقى لما يجي يقول لك
الهيستوباثولوجي مين؟ قولي لي بقى الهيستوباثولوجي بتاعت البيجينيك جرانيولوم. انا؟ انت. الهيستوباثولوجي طبعا و الابيديرمس من فوق اخباره ايه؟ في اتروفيك او اكسكريتد صح؟ اكسكريتد. ادخلي بقى على الدرمس البابيلر الدرمس فيها ايه؟ فيها فوليكلز سيبريتد باي فايبر سيبتا. ايوه والكل سيبتا والكل بتاع والكل وكل سيبتا لوبيول وكل لوبيول فيها دايليتد كابيلاريز انكريز ان نمبر بتزيد في النمبر ودايليتد ويبقى فيها يبقى بروليفريشن اوف سمول كابيلاريز ان ذا بابيلر درمس موجوده جوه اللوبيول سيبريتد باي اتش لوبيول من فايبرس سيبتا وهي اصلا اكسوفيتيك ليجن. طيب طبعا الديفرنشال دايجنوسيس هفرقها من الهيمنجيوم العاديه صح، وهناخد النهارده او الحصه الجايه حاجه اسمها السبيدي نيفس تشبه الى حد كبير الهيمنج الحاله الوحيده اللي شفناها بريجينج ريجيوم ما كانش بيدين خالص بين البريزيستنت في السكال وكان احنا في السكال وما كانش فيها بيدين خالص خالص، ده اللي بيسموها ريزولفنج او ريزولفنج بريجينج ريجيوم او هيل بيرجين جرانيوم خفت وسابت مكانها فايبر سيبت ما انشالتش يعني ما كانتش تشتكي منها وسابت مكانها فايبر سيبت يعني مش هيمنجيوما ما حدتش كانها بالظبط هيمنجيوما. طيب هعالجها ازاي؟ اسهل طريقه لعلاج البيرجين جرانيوما ركزوا معايا دي بقى ليكوا انتوا والله صلوا على النبي. اولا انت بتتعاملي مع مرض لو لمستيه هيقعد يخر دم مش هيقف سبيشال لو كان في الميوكوزا ما هو بيجي في الميوكوزا صح هو بيجي في الجلد والميوكوزا ويجي اكتر في الميوكوزا مع ناس البريجننت تيجي لك بقى هنا بقى في اللساء في الشفه دي الشفه اللي اصلا فاسكولار صح تتعامل معاها ازاي ده ليكي لما تكون بقى في السعوديه وقاعده بقى وتجي لك بقى حاله بايجينيك جرانيولوم هتقعد تخر دم مش هتسكت نوع البنج اللي انت هتستخدميه ايه لازم يكون البنج اللي موجود عليه الادرينالين هو المبكين الاخضر ليه الادرينالين هيعمل فازو كونستريكشن قبل ما تعمل البيوجينيك جرانيلوما لازم تقدر على قد ما تقدر انك توقفي او تقفلي البلاد فيسلز اللي بتغذيلي الجرانيلوما دي يعني تعمل كومبريشن عليها كده تفضلي من تحت البيس قافلاها مش تيجي من فوق وتمسكيها لانك لو مسكتها من فوق هتخر دم مش هتقف يبقى اهم حاجه انك تقفلي الفيدنج فيسلز. طب لو افرض كانت في صباعه تيجي تعملي تورنيكيه حوالين صباعه ماشي طيب يبقى نوع الانستيزيا ده مهم التورنيكيه ده مهم جدا. طيب قالك انت ممكن تستخدم هيموستاتيك ماتيريال تبقى معاك عندك في العياده زي التي سي اي 70% زي البوتاسيوم برمنجانيت بتركيز عالي اللي هو 1 على 1000 البوتاسيوم برمنجانيت كانتيسيبتيك 1 على 5000 او 1 على 8000 بتركيز 1 على 1000 بيبقى هيموستاتيك بيوقف في البلد ايميديت جاست انك تحط نقطه كده على البيجينيك جرانيلوما الدم بيوقف 1 على 5 او 1 على 8 يعني اتقل كده هو مين 1 على 1000 اتقل ولا 1 على 5000 اتقل 1 على 1000 اتقل انت خففتيه 5000 مره يعني هنا اللي هيموستاتيك يا بنت الكلام ده مش موجود في الكتب ولا بيتكتب في الامتحانات ده ليكي انت تمام يبقى لازم يكون معاك هيموستاتيك ماتيريال زي تي سي اي 70 80 90 او عندك البوتاسيوم برمنجانيت 1 على 1000 حلو لما اجي اكوي 70 لما اجي اكوي انا بكوي على اعلى حاكو الكترون لازم اكوي على اعلى درجه ليه انا عايز اعمل كواجليشن ايميديت انا عايز اكوي مره واحده واقوم جاي داخل من بره مش ما تدخلش بالسن جوه لانك لو دخلت بالسن لجوه الدم هيطلع ولو الدم طلع الالكتروكوتر مش هيشتغل الالكتروكوتر عايز حته دراي يشتغل عليها لو اشتغل على حته ويت ما يشتغلش ماشي ما الكرايو ده اوبشن كرايو من غير الحاجات دي الكرايو بس افرض فتحت منك بقى انا بفضل الالكترو بصراحه فتحت مني ساعتها تفتح منك وانت بتعمل الكرايو والله احيانا بتفتح بتفتح اصل هي فرايب سكيل ده في دخلتها بس هو في الجش بس بعد ما يمشي طب ما تخلص بص وبعد ما يمشي طب ما تخلصه طب ما تخلص منها وخلاص ما يسيبش سكور في الميكوز دي ما يمسكش على فكره دي ممتازه هو الالكتروس كونترا مش كونترا انديكيتد دي اللي قالك
لا 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 ولا ما بتعملوش في الميكروسكوب عمرنا بنكويها في ال ال انا عارف الكوزين على طول ولا بيحصل اي حاجه خالص ولا بيحصل حاجه خالص طب احسن من ده كله بقى وناسي الشيك النظيفه خالص بالظبط هتديها كذا باص مره واحده يعني انت مثبتها البروب كده تيك 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 لان ما تقفل البلاد بريسز وشكرا خلاص الفكره كلها انك تقفل البلاد بريسز ويحصل لها بقى بتوز جراحات وصلت يبقى من ضمن الاوبشنز بتاعتها ان انا اعملها بالبلس الداي ليزر او ممكن احيانها سكليرو ثيرابي حلو الكلام الالكترو بقف عليها من فوق كده ولا بجيبها من لا الالكترو تخلي الشرار بس هو اللي يطلع عليها اوعى تدخل بالسن لو دخلت بالسن مصيبه وتقعد تدخل بالسن لحد ما كانك بتكوي لير 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 لحد ما توصل لحد البيزو تكنيك اوعى تدخل بالسن طب افرض بقى دخلت بالسن هتقعد تعمل كومبريشن على الاقل 10 دقائق مش 5 دقائق ولا 3 دقائق انا بشتغل عليها من فوق من فوق تاخديها واحده واحده ما انت لا ما انت لو جبتها من تحت دي ممكن تفتح من فوق بقى ما هتلاقي بقى في النص حاجات لسه طالعه كده ما هي كلها لوبيوليتد ماس انا بقول لكم على الحاجات اللي انا بعملها اللي عايز يعملها يعملها ايه ده هي مستاتيك طيب رقم 2 بقى بعد البيوجينيك جرانيلوما حاجه بنشوفها كتير وحاجه نورمال تعتبر نورمال فاريشن اللي هي حاجه اسمها التشيري انجيوما ايه التشيري انجيوما دي ده عباره عن انجيوما يعني بلاد فيسلز واسع شويه صح انجيوما كتر شويه وبتيجي اكوايرد وبتبدا في سن العشرينات سن الثلاثينات مفيش بني ادم على وجه البسيطه ما عندوش تشيري انجيوما فاللي نفسك كده هتلاقي حته حمراء كده صغيره كده موجوده بتبقى اكتر في الترنك اكيد عارفينها الكل الفراوله اللي بنسميها الفراولايه دي هي دي اللي تشيري انجيوما في ناس تبقى عندها وايد سبريد كتير قوي وتضطر انك تكويه ودي بتبقى نورمال فيرينت وما فيهاش منها اي مشاكل يعني ماشي هي بتبقى اكتر عشان هي بتيجي في السن الكبير اكتر فبنسميها سيناي انجيوما او اقروه هي تيجي في كبار سن ولا عشان تزيد ايه ايوه كل ما بتكبري كل ما بتزيد ماشي يعني هي كل ما بتكبري كل ما بتزيد فبسموها سيناي ايمانجي مش بالعدد طيب طفت انجيوما مثال احنا قلنا طفت انجيوما صح قلناها لا ما قلناش طفت انجيوما طيب وما ليه سموها طفت اهي الاسم بتاعها بصي اهو طفت تي يو طفت انجيوما دي هي ليه سموها طفت انجيوما يعني ايه كلمه طفت طفت يعني حاجه متجمعه وممسوكين مع بعض كده كانك محزمينها لقوا مرض كان بيجي لي بعباره عن ارسمتس بلاك كده تمام ولما اجي امسكها الاقيه طف كده برضو هلاقيها فيرم كونسيستنسي حلو ولما جم خدوا منها بايوبسي لقوا كابيلاريز متجمعين جنب بعض ومتحزمين قوي جنب بعض كانها بالظبط لوبيولز بس متحزمين جامد جامد جنب بعض وديب شويه هي بالظبط كانها بايجينيك جرانيوما بس البايجينيك جرانيوما الكابيلاريز دي في لوبيول سيبريتد باي فايبر سيبتا وبتبقى موجوده في البابيلاري ديرمس انما الطفد انجيوما بتبقى عباره عن كابيلاريز وبتبقى متحوطه طفد كده مع بعض متلبس ودي وما بينهم برضو فايبر تيشو لدرجه ان انا لما اجي امسكها بحس كانها طفت كده عامله زي برضو الكوره اللي هي فاكرين الرابر لو رابر بليبنيفس كانها بالظبط كده كانها طفت كده زي ماشي طيب صلوا بينا على النبي بقى.